السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأينا في الدروس السابقة كيف نصرف أفعال المجموعة الأولى أو بريزون دو لانديكاتيف وحالتها الخاصة الخمسة، وأيضا أفعال المجموعة الثانية كيف صرفناها أو بريزون دو لانديكاتيف والحالة الخاصة الوحيدة. واليوم إن شاء الله سنرى كيف نصرف أفعال المجموعة الثالثة أو بريزون دو لانديكاتيف. ولكن قبل أن نتعرف على كيف نصرف هذه الأفعال، لنتعرف أولاً على متى أستعمل le présent de l'indicatif. إذن متى نستعمل le présent de l'indicatif؟ هذا الزمن يعني le présent، إذن متى نستعمل le présent؟ لو بريزون نستعمله اولا للدلاله على حدث يتم وقت التحدث. نعطي مثلا مثال maintenant je fais ou bien maintenant j'explique la leçon. maintenant maintenant j'explique la leçon. يعني الان انا اشرح الدرس. اذا هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان الزمن لو بريزون نستخدمه للدلالة على حدث يتم وقت التحدث. الآن أنا أتحدث، الآن أنا أشرح الدرس. يستعمل أيضا لكي نعبر عن حدث متكرر، يعني ولكن يتكرر في الوقت الحاضر. une action répétée au présent. نأخذ مثلا إذن هل الصورة كلها كاملة؟ مرحبا بالجميع. إذن قلنا أنه أيضا يستعمل للتعبير عن حدث متكرر، ولكن قلنا في الزمن الحاضر. نأخذ مثالا chaque matin chaque matin, je vais à l'école. إذن كل صباح أذهب إلى المدرسة. لاحظوا معي هنا c'est le verbe aller au présent مصرف au présent. إذن لماذا نصرف الفعل هنا au présent؟ لأن هذا الحدث يقع في الحاضر ويتكرر. داكوغ. نستعمل ايضا لو بريزون للتعبير عن حقيقه واقعه لا تتغير. عندما نريد ان نعبر عن حقيقه واقعه لا تتغير، يعني ان في غيال، نستعمل لو بريزون. مثلا لو سولي لو سولي سلاف. Le soleil se lève de l'est. Et se couche à l'ouest. إذن لاحظوا معي le soleil هنا الفعل se lever مصرف au présent de l'est et se couche
le verbe se coucher مصرف aussi au présent. إذا لماذا صرفناه هنا au présent؟ لأن هذه حقيقة لا تتغير، دائما الشمس تشرق من المشرق وتغرب من أو في المغرب. إذا le soleil se lève de l'est، الشمس تشرق من المشرق، et se couche à l'ouest، وتغرب في المغرب. لذلك نستعمل le présent. إذا قلنا نستعمل le présent إذا كنا نتحدث يعني في نتحدث يعني في الآونة، في اللحظة نفسها. أيضا نستعمل le présent إذا أردنا التعبير عن حدث يتكرر في الزمن الحاضر. نستعمل أيضا le présent للتعبير عن حقيقة واقعة لا تتغير كما في هذا المثال. وأيضا نستخدم le présent في جملة بها سي الشرطية، يعني سي التي تعني إذا. نأخذ مثالا، tu manges trop, tu tomberas malade. إذن إذا أكلت كثيرا سوف تمرض، سوف تقع مريضا، يعني سوف تمرض. إذن لاحظوا معي سي هذه التي قلنا أنه إذا جاء بعد سي نستعمل لو بريزون، يعني هذه سي تسمى شرطية، سي الشرطية التي نعني بها إذا. مثال سي tu manges trop tu tomberas malade. واخيرا نستعمل لو بريزون لوصف شيء ما في الماضي ولكن لا يزال موجودا. اذا نصف به شيء ما في الماضي ولكن هذا الشيء لا زال موجودا. ناخذ مثالا، مثلا hier j'ai visiter le mausolée Mohamed V qui se trouve à Hassan. Hier, j'ai visité le mausolée Mohamed V qui se trouve à Hassan. أمس قمت بزيارة ضريح محمد الخامس الذي يتواجد في حسان. إذا لاحظوا معي هنا hier j'ai visité، إذا استعملت هنا le passé لأنني أتحدث عن حدث يعني في الماضي hier أمس. ولكن لاحظوا هذه الجملة le mausolée محمد V qui se trouve، هنا استعملت le présent. إذا لماذا استعملت le présent وأنا أتحدث عن الماضي، يعني أنا أتحدث عن حدث وقع في الماضي الذي هو أمس؟ لأن le mausolée محمد V يعني موجود كما نقول يعني أنه كان موجود ولا زال، يعني هذا الحدث الذي نتحدث عنه لا زال يعني شيء حصل أو نصفه وهو في الماضي ولكن لا زال موجودا. داكوغ، إذا لو موزولي محمد V رأيته البارحة ولكن هو لا زال موجودا، لذلك نستعمل لو بريزون. إذا هذه هي الحالات التي نستعمل فيها لو بريزون. قلنا أن لو بريزون يستخدم للدلالة على حدث يتم وقت التحدث، أيضا يستخدم لنعبر به عن حدث متكرر ولكن في الوقت الحاضر، أيضا نستخدمه للتعبير عن حقيقة واقعة لا تتغير،
نستخدمه أيضا عندما نستعمل سي الشرطية التي تعني إذا، وأخيرا نستعمله كما قلنا في هذا المثال لوصف شيء ما في الماضي لا يزال موجودا. دكار؟ الآن لنتعرف على كيف نصرف هذه الأفعال، يعني أفعال مجموعة الثالثة أو بريزون دو لانديكاتيف. إذن كما تعرفون هذه المجموعة الشاذة تضم أفعال شواذ، حيث كل فعل له تصريف خاص به. إذن أولا لنرى التعليقات إن كانت الصورة واضحة أم لا. إذن نأخذ مثلا الأفعال الشواذ التي تنتهي ب إيغ، نأخذ بعض الأمثلة. مثلا نأخذ لو فيرب أوفخيغ، لو فيرب أوفخيغ، إذن هذا فعل المجموعة الثالثة ينتهي ب إيغ، أوفخيغ. يعني يهدي أو يقدم. إذا أردت أن أصرف هذا الفعل أو بريزون دو لانديكاتيف ماذا أفعل؟ لاحظوا معي، سأزيل إيغ وأضيف ماذا؟ أضيف لترمينيزون، يعني النهايات التي درسناها عندما درسنا لو بريزون دو لانديكاتيف دو فيرب دو بروميي جروب. إذا سوف أزيل إيغ وأضيف، قلنا النهايات أو لترمينيزون دي فيرب دو بروميي جروب أو بريزون. إذا لاحظوا معي كيف سأصرف هذا الفعل، إذا قلنا نزيل إيغ يعني نحصل على لو راديكال الذي هو أوفخ. لاحظوا معي، nous, vous, il du pluriel, ou elle, يعني la troisième personne du pluriel. إذن ماذا قلنا؟ سنضيف لها les terminaisons التي أضفناها مع les verbes du premier groupe، والتي هي ماذا؟ e ES، أظن أنكم تتذكرونها جيدا، E ONS EZ و ENT. ونقرأ جوفخ تيوفخ إيلوفخ إيلوفخ نوز أوفخون فوز أوفخي ils offrent elles offrent. d'accord. إذن هذا الفعل، طريقة التي صرفنا به هذا الفعل نفسها يعني هذا الفعل يصرف مثله مثل الفعل ouvrir. ouvrir أيضا فعل المجموعة الثالثة. إذن le verbe ouvrir أيضا يصرف مثله مثل le verbe offrir. ماذا نفعل؟ نزيل ir ونضيف له هذه النهايات، e مع je، es مع tu، e مع il، إلى آخره. داكوغ؟ نفس الشيء يتم مع le verbe cueillir. إذن ouvrir بالنسبة لمن يريد أن يعرف معناها هي ouvrir تعني يفتح. هناك أيضا قلنا le verbe cueillir cueillir يقطف. إذن هذا أيضا c'est un verbe du troisième groupe ينتهي ب ir في الأخير. ماذا نفعل؟ نزيل له ir ثم نضيف له هذه لترمينيزون، يعني النهايات التي نضيفها مع les verbes du premier groupe مع جميع الضمائر، كما في مثال offrir.
إذن حتى يكون التطبيق يعني واضحا، سوف نقوم بتصريف أحد هذه الأفعال. مثلا نأخذ لو فيرب كوير، إذن ماذا قلنا؟ قلنا سنزيل ir، نحتفظ بلو راديكال الذي هو كوي، ثم نصرفه مع جو، أقول كوي تي كي إل كي نو فو إل دو بلوريال، ثم نضيف لترميناسون التي هي أو، جو كوي أقطفو، ES tu cueilles تقطف أو تقطفين، il cueille يقطف، nous cueillons نقطف، vous cueillez تقطفون، il cueille يقطف. d'accord. donc هذه بالنسبة للأفعال قلنا التي تشبه الفعل offrir في التصريف. نأخذ فعل آخر ينتهي ب ir، ولكن هذه المرة لا يشبه يعني لا يشبه هذه الأفعال. إذن هنا le présent des verbes du troisième groupe. إذن مثلا قلنا نأخذ لو فيرب venir، إذن لو فيرب venir يصرفه مثله مثل أفعال كثيرة جدا سوف نراها فيما بعد. إذن هو أيضا ينتهي ب ir لكن يصرف بطريقة مختلفة تماما. je tu، لو فيرب venir تعني يأتي. je tu il nous vous il du pluriel. ثم الفعل بأكمله يتغير. إذا لاحظوا معي je viens tu viens il viens nous venons vous venez ils viennent. لاحظوا هنا تكتب ب 2n يعني 2n. أحدكم كتب يصرف مثل تونيغ، بالضبط نعم يصرف مثله مثل الفعل تونيغ، بنفس الطريقة يصرف الفعل تونيغ. نعم إذن تونيغ أيضا نقول je tiens tu tiens il tiens nous tenons vous tenez ils tiennent. وهو أيضا لا ننسى دوبل ان، اذا يصرف مثله مثل لو فيرب تونير. ليس فقط لو فيرب تونير ولكن افعال كثيره جدا تصرف مثله مثل لو فيرب فينير و تونير. مثلا لو فيرب كونتونير، لو فيرب مانتونير، لو فيرب اوبتونير، le verbe maintenant revenir devenir الى اخره. اذا ماذا تلاحظون هنا؟ لاحظوا انه هذه الافعال التي كتبت الان يا اما تنتهي ب tenir او تنتهي ب venir، يعني هذه الافعال هي مشتقات للفعل venir وللفعل tenir. اذا جميع المشتقات، جميع الافعال المشتقه من venir و tenir كلها تصرف بنفس
التصريف، كلها تصرف بنفس التصريف. داكوغ. الآن نأخذ فعل آخر ينتهي ب إيغ ولكنه لا يتصرف مثل هذه الأفعال، الذي هو سورتيغ. سورتيغ يخرج. إذن كيف يصرف لو فيرب سورتيغ او بريزون؟ نقول je sors، أنا أخرج. tu sors، أنت تخرج أو أنت تخرجين. il sort، هو يخرج. elle sort، هي تخرج. nous sortons، نحن نخرج. vous sortez، أنتم تخرجون. ils sortent، هم يخرجون. elles sortent، هن يخرجن. إذن أعاود القراءة. je sors، tu sors، il sort، elle sort، nous sortons، vous sortez، ils sortent، elles sortent. هذا الفعل تصرف مثله الأفعال التالية: partir، partir أيضا يصرف مثله مثل sortir. هنا نقول je sors، هنا نقول je pars. d'accord. إذن je pars، tu pars، je pars، tu pars، il pars. لاحظوا معي نفس التصريف، نفس التصريف. je pars، tu pars، il pars، nous partons، vous partez، ils partent. إذن يصرف مثله مثل le verbe sortir. هناك فعل آخر أيضا يصرف مثله مثل le verbe sortir، وهو le verbe sentir. إذن partir معناها يذهب، sentir معناه معناها يشم أو يحس. sentir. إذن ماذا سنكتب؟ je sens، tu sens، il sent، nous sentons، vous sentez، ils sentent. يعني نزيلو تير، je sens، tu sens، إلى آخره. ils sont، nous sentons، vous sentez، ils sentent. مثله مثل le verbe sortir. فعل آخر يصرف مثله مثل le verbe sortir هو servir. servir يعني يقدم. إذن le verbe servir أيضا يصرف مثله مثل sortir. يعني ماذا أكتب؟ أكتب je sers، tu sers، il sert، nous servons، vous servez، ils servent. d'accord. إذن نفسه نفس الفعل sortir. هناك فعل آخر هو le verbe dormir. le verbe dormir ينام. إذن dormir أيضا يصرف مثله مثل le verbe sortir. إذن كيف نصرف le verbe dormir؟ نقول je dors، tu dors. إذن لاحظوا معي il dors يتصرف مثله مثل le verbe sortir. نزيل mir، ولكن عندما نريد أن نصرفه مع نو، لاحظوا هنا استرجعنا تي وهنا سنسترجع ام. نو دورمون، فو دورمي، إيل دورم. داكوغ.
إذن هذه الأفعال التي ذكرنا الآن هي تصرف مثلها مثل الفيرب سورتير. الآن سنأخذ فعل آخر ينتهي ب إيغ لكنه يختلف عن تصريف هذه الأفعال التي رأيناها. مثلا سنأخذ الفعل كوغيغ يجري، كوغيغ يجري. إذن كيف سنصرف؟ هل الصورة واضحة؟ لأنني لا أنتبه للتعليقات، سوف أتوقف قليلا حتى أرى التعليقات. نعم الإجابات صحيحة. نعم إذن كيف سأصرف le verbe courir au présent؟ ماذا سأقول؟ je cours, tu cours, il cours, nous. سأكتب هنا حتى تكون واضحة أكثر. Nous courons, vous courez, il court. D'accord. إذن أقرأ. Je cours. أنا أجري. Tu cours. أنت تجري أو أنت تجرين. Il court. هو يجري. Nous courons. نحن نجري. Vous courez. أنتم تجرون. تجرون. Il court. هم يجرون. D'accord. إذن نأخذ مثال آخر أيضا ينتهي ب إيغ. le verbe mourir يموت. mourir mourir. إذن كيف أصرف le verbe mourir au présent de l'indicatif؟ نقول نعم أنتم تركضون. صافية شكرا. إذا نقول أنا أركض أنت تركض. نعم إذا مغير، مغير ماذا كيف أصرفها au présent؟ أقول je meurs, tu meurs, il meurs, nous mourons, vous mourrez, il meurt. D'accord. ونقرا je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourrez, il meurt. Je meurs, أنا أموت. Tu meurs, أنت تموت. Il meurt, هو يموت. Nous mourons, نحن نموت. Vous mourrez, أنتم تموتون. Il meurt, هم يموتون. D'accord. إذن كما تلاحظون أن يعني هذه الأفعال هي أفعال شواذ، يعني كل فعل له تصريف خاص به. الآن سوف نرى الفعل الذي قلنا عنه عندما درسنا أفعال المجموعة الأولى، قلنا أنه الوحيد الذي ينتهي ب er ولكنه ينتمي إلى أفعال المجموعة الثالثة وهو le verbe aller يذهب. إذن كيف نصرف le verbe aller au présent؟ هذا الفعل يستعمل كثيرا، يعني نستعمله جدا في الشفوي. je vais, tu va, il va, nous allons, vous
allez, vous allez, ils vont. Je vais, أنت أنا أذهب. Tu vas, أنت تذهب. Il va, هو يذهب. إذن هل الطابلو واضح؟ إذن je vais, أنا أذهب. Tu vas, أنت تذهب أو أنت تذهبين. Il va, هو يذهب. Nous allons, أنتم تذهبون. Vous allez, أنتم nous allons, نحن نذهب. Vous allez, أنتم تذهبون أو أنتن تذهبن. Ils vont, هم يذهبون. إذن الآن سوف نرى الأفعال التي تنتهي في الأخير ب re. الأفعال التي تنتهي في الأخير ب re. صراحة هي كلها أفعال شاذة. الآن سنصرف يعني أكثرها استعمالا. سنبدأ مثلا بلو فيرب être. إذن كيف نصرف لو فيرب être au présent؟ أظن أن الكل يعرف تصريفه au présent. الفعل être يكون je suis, أنا أكون, tu es, أنت تكون, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. فقط هنا ملاحظة, le verbe être وأيضا le verbe avoir لا ينتميان لأي مجموعة. يعني لا يمكن لا نقول عن être و avoir هما أفعال مجموعة الثالثة. هما لا ينتميان لأي مجموعة. هما ليس لا من أفعال المجموعة الأولى ولا من أفعال المجموعة الثانية ولا من أفعال المجموعة الثالثة. هما des auxiliaires يعني أفعال مساعدة فقط لا تنتمي لأي مجموعة. الآن سوف نأخذ فعل آخر ينتهي ب re. مثلا le verbe faire. faire. إذن كيف نصرف le verbe؟ هناك pourquoi أحدكم سأل سؤالا ولكن لم أقرأ التعليقات فوق. إذا سألني أحدكم سؤالا يمكنه إعادته حتى أقرأ يعني ماذا يريد أن يعرف. المهم الآن سنكمل مع le verbe faire يعني يعمل. إذا كيف أصرف le verbe faire au présent؟ كيف أصرفه au présent؟ أقول je fais. نعم هناك من أجاب. Pour don passé composé. الآن لا نتحدث عن le passé composé. نتحدث فقط عن s'il vous plaît, si possible, on travaille sur l'oral. نعم يعني سأقوم إن شاء الله ببتوت في l'oral غدا فقط حتى لا أنسى. غدا إن شاء الله سأقوم ببت مباشر حول تعليم النطق بالفرنسية. المهم أكمل. je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. إذا لاحظوا معي الآن هنا je fais, tu fais, il fait, nous faisons. هنا تكتب ب اي ولكنها عندما ننطقها نقرأها e. nous faisons. d'accord نقرأها e. nous faisons. لاحظوا ايضا بالنسبه ل vous. اذا تعودنا على ان نرى
أزاد مع vous في الأخير ولكن مع le verbe faire لا نكتب أزاد وإنما نقول vous faites. Vous faites. D'accord? إذن أعيد القراءة. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. الآن سنأخذ فعل آخر ينتهي ب RE. Le verbe dire. يعني يقول. إذن كيف نصرف le verbe dire au présent؟ أقول je dis tu dit il elle on dit nous disons. لاحظوا هنا ايضا vous dites ولا نقول vous disiez. D'accord. Il أو elle disent. إذن هنا أيضا نقرأ dit. Je dis. Tu dis. Il dit. Elle dit. On dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent, elles disent. إذن هنا لماذا نطقنا S مثل Z؟ لأنها جاءت بين دو فويل، يعني بين حرف يعني حرفين متحركين. E حرف متحرك و O حرف متحرك. نفس الشيء بالنسبة لي ديز. Ils disent. إذن جاء لو اس بين حرفين متحركين لذلك قرأناها ديز كما يعني تقرأ كما يقرأ الحرف ز. إل ديز. نأخذ فعل آخر ينتهي ب ار او. إذن هذه الأفعال التي أكتبها لكم هي الأفعال التي تستعمل بكثرة. إذن لو فيرب ليغ يقرأ. إذن كيف أصرف le verbe lire au présent؟ نقول je lis tu lis il lit nous lisons vous. لاحظوا هنا سأكتب لي زي ب او زد وليس مثل لو فيرب دير التي كتبتها ديت. داكوغ. فو ليزي إل ليز. جو لي أنا أقرأ. تو لي أنت تقرأ أو أنت تقرأين. إل لي هو يقرأ. نو ليزون نحن نقرأ. فو ليزي أنتم تقرؤون. إل ليز هم يقرؤون. أحدكم كتب لو فيرب إكخير. داكوغ. إذا لنصرف أيضا لو فيرب إكخير هو أيضا ينتهي ب إر أو في الأخير ونستعمله بكثرة. إذا إكخير كيف نصرفه أو بريزون دو لانديكاتيف؟ إذا نقول j'écris, actubo, tu écris, tactubo ou tactubina, il écrit, huwa yaktubo, nous écrivons, nahnu naktubo, vous écrivez. أنتم تكتبون. ils écrivent.
ils écrivent يعني هم يكتبون. إذا أعيد القراءة. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. D'accord. الآن نأخذ الفعل. أيضا فعل آخر يستعمل بكثرة في يعني نستعمله بكثرة في حديثنا هو le verbe mettre, يضع. Mettre. إذن كيف أصرف le verbe mettre au présent de l'indicatif؟ كيف أقول؟ إذن أقول je mets, tu mais il mais لاحظوا هنا كتبنا mettre تكتب ب 2 تي ولكن هنا كتبنا تي واحده فقط. الان nous mettons au pluriel سوف نكتب 2 تي. nous mettons vous mettez, ils mettent. D'accord. أعيد القراءة. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. نأخذ فعل آخر ينتهي ب RE في الأخير أيضا يستعمل كما قلنا بكثرة وهو prendre. prendre تعني يأخذ. إذن كيف أصرف le verbe prendre au présent؟ لاحظوا معي je prends DS في الأخير. tu prends. إذا قلنا هذه الأفعال هي أفعال شواذ لها يعني كل فعل له حالته الخاصة به. je prends, tu prends, il prend, nous. لاحظوا هنا D التي كتبت يعني D prendre التي كتبت هنا في le singulier في المفرد سوف تختفي في الجمع. لو سوف لن نكتب دي. nous prenons, vous prenez, il. لاحظوا مع il سوف نكتب deux n. ils prennent. D'accord. إذن أقرأ je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. لاحظوا هنا نقرأ prenons. هنا prenez ولكن هنا prennent. لماذا هنا قرأنا a؟ لأن بعدها deux consonnes. عندما E يأتي متبوعا بدو كونسون حرفان ثابتين يقرأ A. داكوغ. لذلك هنا قرأنا E لأن وراءها فقط كونسون واحدة. E وراءها فقط كونسون واحدة قرأناها E. prenez. ولكن هنا قرأناها A لأن وراءها دو كونسون ils prennent. إذن أعيد je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. إذن الأمر أتمنى أن يكون الأمر واضحا. نأخذ فعل آخر. le verbe boire, يشرب. le verbe boire. إذن كيف نصرف le verbe boire au présent de l'indicatif؟ نقول je
vois, tu bois, il bois. لاحظوا معي الآن ماذا يعني كيف ستصبح. Nous buvons. Vous, la même chose. Buvez. Vous buvez. Ils boivent. Ils boivent. Je bois. Ana ashrabu. Tu bois. Anta tashrabu. Il boit. Hua yashrabu. Nous buvons. Nahnu nashrabu. Vous buvez. Antum tashrabuna. Ils boivent. Hum yashrabuna. D'accord. إذن الآن سوف نرى فعل آخر كما قلنا يستعمل بكثرة أيضا هو le verbe croire. لازلنا في الأفعال التي تنتهي في الأخير ب re croire. إذن كيف نصرف le verbe croire au présent؟ نقول je crois, أعتقد. Tu crois, تعتقد. Il croit, يعتقد. Nous croyons. لاحظوا هنا O Y. Nous croyons. نحن نعتقد. Vous croyez. أنتم تعتقدون. Il croit. إذن هنا مع nous و vous لاحظوا كتبنا Y. أعيد القراءة. Je crois. Tu crois. Il croit. Nous croyons. Vous croyez. Il croit. D'accord. كتابة غير واضحة. إذن نأخذ فعل آخر فعل يستعمل بكثرة أيضا هو le verbe conduire. يقود مثلا يقود السيارة. إذن ماذا أقول؟ je conduis. نعم هناك من كتبها قبل أن أكتبها. صحيح يحيى خليل. نعم إذن je conduis. tu conduis. il conduit. Nous conduisons. Vous conduisez. Il conduise. D'accord. إذن أعيد القراءة. Je conduis. Tu conduis. Il conduit. Nous conduisons. Vous conduisez. Ils conduisent. نعم إذن نأخذ فعل آخر ينتهي ب re. مثلا le verbe répondre ايضا نستعمله بكثره. répondre يجيب.
إذن كيف نصرف le verbe répondre au présent je réponds أنا أجيب tu réponds أنت تجيب أو أنت تجيبين il répond هو يجيب nous répondons نحن نجيب vous répondez أنتم تجيبون ils répondent هم يجيبون إذن نعيد القراءة je réponds tu réponds il répond nous répondons vous répondez ils répondent الآن نأخذ فعل آخر فعل آخر يستعمل كثيرا هو le verbe connaître يعرف إذن le verbe connaître كيف نصرفه au présent de l'indicatif نقول je connais أنا أعرف tu connais أنت تعرف أو أنت تعرفين il connaît هو يعرف إذن هنا لاحظوا كتبت accent circonflexe عوض le i مع il nous connaissons Vous connaissez, ils connaissent. D'accord. Eden, je connais, ana a'rif, tu connais, anta ta'rif, il connaît, huwa ya'rif. Na'am, l'ijabat, yani, mashallah, sahiha. Nous connaissons, نحن نعرف, vous connaissez, أنتم تعرفون, ils connaissent, هم يعرفون. سنأخذ فعل آخر يصرف مثله مثل connaître وهو le verbe paraître. Paraître يعني يظهر أو يبدو. إذن le verbe paraître أيضا يصرف مثله مثل le verbe connaître. Paraître. Paraître. يظهر إذن je parais je parais a i s tu parais a i s il parais نفس الشيء هنا سوف نضع accent circonflexe فوق i il parais Nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent. On a je parais. Tu parais, il parait, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent. نأخذ الآن الفعل. Rire. يضحكوا.
غيغ يضحك. اذا كيف نصرف الفعل غيغ؟ لن ننتظر حتى ينتهي الأذان. إذن نقرأ je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rit. Je ris, أضحك, tu ris, تضحك, il rit, يضحك, nous rions, نضحك, vous riez, تضحكون, il rit, يضحكون. الآن le verbe vivre يعني يعيش. إذن كيف أصرفه؟ Je vis, tu vis, أنا أعيش, tu vis, أنت تعيش, il vit, هو يعيش, nous vivons, نحن نعيش, vous vivez, أنتم تعيشون, ils vivent, هم يعيشون. إذن أعيد, je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. الآن سنرى الأفعال التي تنتهي في الأخير ب ب واغ أو إي آغ واغ. سنبدأ بلوكسيليار أفواغ الذي قلنا أنه لا ينتهي, لا ينتمي لأفعال مجموعات ثالثة ولا لأي مجموعة. إذن هي هما فعلان avoir و être فعلان, يعني لا نصنفهما في أي مجموعة. إذن كيف يصرف au présent؟ سهل هذا, يعني الكل يعرفه. j'ai avoir تعني يعني يملك, عنده, j'ai أنا عندي, tu عندك إلى آخره, أو أنت تملك إلى آخره. donc tu as عندك, par exemple j'ai un livre, عندي كتاب, tu as un livre, يعني عندك كتاب إلى آخره. donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. le verbe être ou le verbe avoir, نستعملهما بكثرة بكثرة, يعني في
في كتاباتنا أو في الشفوي، لأنهما يستعملان حتى في تصريف الأفعال، لذلك يسميان أفعال مساعدة des auxiliaires، لأنهما يعني نكون بها الأفعال أو les verbes composés، يعني les temps composés، الأزمنة المركبة مثل le passé composé، le passé antérieur، plus que parfait إلى آخره. إذا تدخل الأفعال avoir و être في تركيب هذه الأزمنة. إذا j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. لاحظوا هنا التي تسمعونها فقط للا ليزون، يعني لأن اس عندما نقوم بلا ليزون بالربط بينه وبين الحرف المتحرك الذي يليه يقرأ ز. nous avons، vous avez، ils ont. d'accord. نأخذ فعل آخر ينتهي ب واغ، مثلا savoir. savoir أيضا يستعمل بكثرة، savoir يعني يعرف، يعرف. إذا كيف أصرف le verbe savoir au présent؟ نقول je sais، أنا أعرف، tu sais، أنت تعرف، il sait، هو يعرف، nous savons، نحن نعرف، vous savez، أنتم تعرفون، il هم يعرفون. إذن je sais، tu sais، il sait، nous savons، vous savez، ils savent. الآن le verbe recevoir. recevoir. recevoir يعني يتلقى، يستقبل. إذا كيف نصرف le verbe recevoir au présent؟ نقول je reçois. لاحظوا هنا كتبت سيدي، لماذا كتبت سيدي؟ لأن سي مع او تقرأ كو. إذا هنا إذا لم أكتب سيدي سوف أقرأ je reçois، je reçois. لذلك لابد من كتابة لا سي دي حتى نقرأ je reçois. d'accord. je reçois، tu reçois، il reçois. إذن لاحظوا أن جميع هذه الأفعال كتبنا معها سي لأن جاءت بقربها او. الآن هنا نو recevons، هنا سوف نزيل أو سوف لن نكتب لا سي دي لأن بقربها او. عندما يكون بقربها او تقرأ س، لا مشكل. إذا نو recevons، vous recevez، ils reçoivent، ils reçoivent. d'accord. ونقرأ je reçois، tu reçois، il reçoit، nous recevons، vous recevez، ils reçoivent. الآن سنأخذ فعل ينتهي ب واغ لكنه un verbe pronominal، يعني يبتدئ ب سو حتى نعرف كيف يتم تصريف الأفعال التي تبتدئ ب سو. le verbe s'asseoir. إذا لاحظوا بالنسبة ل s'asseoir لاحظوا أننا نكتب هنا e، s'asseoir، s'asseoir. d'accord. s'asseoir. s'asseoir ثاني يجلس.
هذا الفعل له طريقتان او يصرف بطريقتين يصرف بطريقتين، سنراهما الاثنين، يعني سنرى الاثنين معا. الاولى نقول جو ما، لاحظوا لو اس مع جو تصبح م ام ابوستروف. لماذا هنا يعني قمنا بعمل لابوستروف؟ لماذا كتبنا لابوستروف؟ لان بقربها آه، لأنها في الأصل كيف تكتب؟ في الأصل تكتب je me assieds، هكذا تكتب في الأصل. لكن قلنا أو نتحدث دائما عن هذا الأمر، إذا التقت دو فويل، إذا التقى حرفان ساكنان نحذف ما سبق ونعوضها بأبوستروف، هذه العلامة تسمى أبوستروف، لذلك نكتب je m'assieds، tu t'assieds. إذن ما قلنا يعني ما هي ما هو التصريف الآخر الذي نكتبه؟ نكتب je m'assois، يمكن أن نقول أيضا je m'assois. داكوغ، الطريقتان يعني التصريفان صحيحان، من كتب جو ماسيي صحيحة ومن كتب جو ماسوا صحيحة. داكوغ، هنا أريد فقط أن أشير لأمر مهم في الشفوي، يعني خطأ شائع يقوله الأغلبية، ليس الأغلبية، المهم هناك من يقع في هذا الخطأ، يقول أسيتوا أسيتوا، لا نقول أسيتوا، هذا خطأ. يا إما نقول أسيتوا أسيتوا أو نقول أسواتوا، داكوغ؟ إذن هذا خطأ علينا أن نتفاداه، لا نقول أسيتوا أسيتوا، هذا خطأ، نقول أسيتوا يعني اجلس اجلس، أسيتوا أو أسواتوا ولا نقول أسيتوا، داكوغ؟ إذن لنكمل، قلنا je m'assieds أو je m'assois، يعني التصريفان صحيحان، tu t'assieds أو tu t'assois، il s'assied. إذن قلنا هذه التي نكتبها هنا هي تصريف le pronom réfléchi، هذا الضمير، هذا الضمير يصرف بهذه الطريقة، il s'assied أو نقول il s'assoit، nous nous assions، ونقول أيضا nous assoyons. D'accord. Vous asseyez. وأيضا نقول vous vous asseyez. D'accord. نقول أيضا il s'assoit. ثم نقرأ je m'assieds أنا أجلس أو je m'assois أنا أجلس. D'accord. tu t'assieds أنت تجلس أو أنت تجلسين. tu t'assois
أنت تجلس أو أنت تجلسين. إذا نقولها بطريقتين، il s'assied أو il s'assoit. Nous nous asseyons. Nous nous assoyons. إذا هناك طريقتين، d'accord؟ Nous nous asseyons. Vous vous asseyez. Il s'assoit. D'accord? Il s'assoit. الآن سنرى شيء آخر مختلف. نأخذ مثلا، هناك فعل أيضا يستعمل بكثرة، سوف قبل أن ننتقل إلى شيء مهم جدا ستتعرفون عليه فيما بعد، سنأخذ فعل آخر. سنأخذ الverb voir لأنه أيضا يستعمل بكثرة، وهناك من لا يعرف تصريفه، إذا أفضل أن أكتبه أيضا. إذا الverb voir يعني يرى، أنا أرى، je vois. D'accord. أنت ترى، tu vois. Il voit. Nous voyons. Vous voyez. Il voit. أعيد. Je vois. أرى. Tu vois. أنت ترى. Il voit. هو يرى. Nous voyons. نحن نرى. Vous voyez. أنتم ترون. Il voit. هم يرون. D'accord. نأخذ فعل آخر. Devoir. هذا أيضا يستعمل بكثرة. Devoir يعني يجب. يجب، يلزم، يجب. Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. D'accord. اذا اقرا. Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Ils doivent. الان le verbe. Vouloir. هذا ايضا، هذا الفعل ايضا يستعمل بكثره. Le verbe vouloir الذي يعني يريد. Je veux. انا اريد. Tu veux. انت تريد. الى اخره. اذا اقول je veux. هذا الفعل يصرف مثله مثل فعل اخر سنراه بعده. اذا je veux. Tu veux. Il. Elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. إذا انتبهوا للنطق جيدا. Je veux. أنا أريد. Tu veux. أنت تريد أو أنت تريدين. Il veut. هو يريد. Elle veut. هي تريد. Nous voulons. نحن نريد. Nous voulons. Vous voulez. Vous voulez. أنتم تريدون. Ils veulent. هم يريدون.
elles veulent, هن يريدن. D'accord. إذن قلنا أن هناك فعل يصرف مثله تماما هو le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. يستطيع. Pouvoir. Pouvoir. يصرف مثله مثل le verbe vouloir. إذن ماذا أقول؟ Je peux. أنا أستطيع. Tu peux. أنت تستطيع. Il peut. هو يستطيع. Elle peut. هي تستطيع. Nous pouvons. Pouvons. نحن نستطيع. Vous pouvez. أنتم تستطيعون. Ils peuvent. هم يستطيعون. Elles peuvent. هن يستطيعن. أعيد القراءة. Je peux. Tu peux. Il peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. الآن سنرى بعض الأفعال لا شخصية. لا شخصية يعني the verb impersonnel. إذن ماذا نقصد ب the verb le verb impersonnel؟ إذن ماذا نقصد ب لي فيرب امبيرسونيل؟ هي الأفعال التي لها شكل واحد في التصريف، يعني تصرف فقط مع إيل. مع إيل نصرفها فقط مع إيل. هذه الأفعال تسمى دي فيرب امبيرسونيل، يعني أفعال لا شخصية. وهنا إيل، لاحظوا معي، هذا إيل هنا لا يمثل شيء معين، يعني لا يمثل أي شيء، لا يعود على أي شخص معين. داكوغ. نأخذ أمثلة لكي تفهموا أكثر. مثلا إليا أن إليف أون كلاس. Il y a un élève en classe. يعني يوجد تلميذ في القسم. هنا il لا نقصد بها هو. لذلك قلت لكم أنها لا تعود على أي شخص أو لا تعود على أي شيء. داكوغ. إذن هذه تسمى the verb impersonnel، يعني أننا لا نقصد بها شخص معين أو شيء معين. نأخذ مثال آخر. مثلا إلي ميدي. إلي ميدي. إلي ميدي يعني الوقت الآن الظهر. الوقت الآن الظهر. إذن هنا لإيل لا يعود على أي على أي شيء. أيضا نقول إلي مينوي. Il est minuit. Il est minuit. إذن il est minuit. إنه منتصف الليل. أيضا الجمل التي نقول فيها نتحدث فيها عن الطقس. عندما نقول il fait نتحدث فيها عن الطقس. مثلا نقول il fait chaud. هل تظهر لكم هذه الجملة؟ إذا سأكتبها فوق. مثلا نقول il fait chaud.
il fait chaud. يعني هذه الجملة لا يمكننا أن نصرف أن نصرفها مع je أو tu أو nous أو vous. إذن تصرف فقط مع il. لذلك قلنا أنها تصرف فقط مع il. D'accord? Il fait chaud. يعني الطقس حار. أو il fait. نستعملها كثيرا مع الطقس. Il fait. Il fait froid. يعني الطقس الطقس بارد. أو مثلا نقول il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. يعني أن الوقت الآن ليلا. الوقت ليلا. Il fait nuit. الوقت ليلا. أو il fait jour. Il fait jour. Il fait jour. يعني الوقت نهارا. يعني نستعملها كثيرا للتحدث عن الطقس أو عن كما قلت لكم عن الوقت إلى آخره. ولا تصرف مع أي برونو آخر من غير il. مثلا il fait beau. Il fait beau. الجو جميل. Il fait beau. أو مثلا il fait mauvais. الجو ليس جميل. الجو سيء. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il fait mauvais. أيضا مثلا نقول il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut aller. لاحظوا. Il faut. إذا لا يمكنني أن أقول je faut. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. يجب الذهاب إلى المدرسة. مثلا جملة أخرى بها فعل آخر مثلا il suffit. il suffit de savoir parler français. parler français يعني يكفي أن تعرف كيف تتكلم الفرنسية. Il suffit de savoir parler français. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. كما قلت لكم غدا إن شاء الله سوف نقوم ببث مباشر حول كيفية علاج النطق بالفرنسية. لنلتقي غدا إن شاء الله.